السلام عليكم. احنا بنعمل كل ده عشان مين؟ مش عشان البيت والولاد. الكلمة الخالدة على لسان كل زوج وأب بيسعى في أرض الله. زمان كان أبويا بينزل من بيته على لسانه: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم. أبويا اللي كان قبل ما بيجيب الورقة والقلم ويحسبها لازم يعترف إن عشمنا فيك كبير يا رب. أنا بدوري شايف إن عند الأسرة المصرية حاليا أزمة في إدارة محافظهم المالية. العالم من حوالينا بالكامل بيعاني من صعوبات اقتصادية. مش دي المشكلة، المشكلة الكبيرة من وجهة نظري في الجهل المالي وتخبط الأسرة في إدارة حياتها بالمتاح من الدخل، والفقر إبداعها في التغلب على مشاكل، ومفيش مرونة في طرح خطط بديلة تساعدها على التعايش الذكي مع أي متغيرات بتحصل. أنا سامع حضرتك وأنت بتقول ما إحنا بنشتغل بكل طاقتنا، وسامع حضرتك وأنت بتقولي الحل طبعا في زيادة الدخل للخروج من مشاكلنا. واسمح لي أقول لحضرتك إن ده غلط. لازلنا للأسف بنربط طول الوقت بين الجهد اللي بنبذله والنجاح. مش قادرين نفهم إن الفرق الكبير بين إننا نبذل جهد وإننا نبذل له بذكاء، نبذل نفس الجهد بذكاء، وده هيكون موضوع حلقتنا الجاية. واسمح لي أقول لحضرتك إن في أوقات كتير بيكون زيادة الدخل باب لزيادة المصاريف.